السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، كم جميل أن ألقاكم في العدد الثامن من وشقالو في الجرنان. الجزائر نيوز: جرحى شغب بالخناجر وغش جماعي بمراكز الامتحان، حرمة البكالوريا تسقط في زمن بابا أحمد. لم يمر اليوم الثالث من امتحان بكالوريا 2013 بردا وسلاما على الممتحنين الأولياء وطبعا وزارة التربية. جزائر نيوز دائما صورة ثالثة: جرحى شغب بالخناجر وغش جماعي بمركز امتحان البكالوريا بسطوالي. أسئلة الفلسفة تتسبب في نصف تطمينات باب أحمد. أعزائي المشاهدين، الوزير الجديد للتربية وعدنا باللي الامتحانات هذه سوف تكون نزيهة، وكان حاب أول بكالوريا يقودها كوزير للتربية تكون ناجحة جدا، لكنها كباقي السنوات كانت رديئة جدا خاصة من ناحية الترتيب والتنظيم. وحنايا الكاميرا تاع المغاربية زارت أحد مراكز الامتحانات بالجزائر ووافتنا بالتقرير التالي. القضية المركز تقدر لدى الإطار وينبغي أن تعمل معها لتسمع المعلومات المشاركة من جميع التقارير وجميع المدن. واسمك؟ بروبا. بروبا الخير. وين تسكن؟ بلقيم. باش تخدم مع بعض؟ نخدم في تسكين بطال. شوف تدخل أكوش ولا دروات، طلع عينك فوق ولا تهبط على تحت، أعطيك زيرو وطير. فهم؟ هل؟ صحا بابا لاباس؟ وي وي صافا بيان. عقب لي لا سكرتير تاعك قلت لي هذيك تخدم في الفلسفه. جوزاني بابا. ميرسي. الو سوسو. شوفي سوسو، عايشك عطاونا موضوع تاع الفلسفه، ما هو الفرق بين الاحساس عند الرجل الغريب عند ابن خلدون؟ وي المحور الأول سيل تو بلي. المحور الأول طويلة بزاف. نو دزي لي إيميل. خلاص لي دزي لي إيميل. وي أوتوريزي أوتوريزي، عندنا في الكلاس عندنا أوتوريزي لهنا. ميرسي. Pardon. Fauzi. Fais chita fi Val d'Hydra et fais safe que le débat. Papa, il y a un gilénan. Je suis Niron. iPad 4. C'est le dernier iPad 4 parce qu'il fait l'écran Retina. Ah, tu sais. Oh, moi je suis déstressé, gros. Quand je suis trop stressé, je joue YouTube, film, YouTube, musique. Ah, la Samsung, elle a BlackBerry, gros. Bah, la différence, Samsung, c'est un pour la famille, et BlackBerry, bon, pour les copains et copines. Bah, pas la même chose. Je m'en sers à Hadja. Pro. S'il te plaît. Sous la ligne.
سي بون ميرسي. داك اش بس حقيت ولا طلع غير يدك باك صح جا بيتك غادي نجي هيك الكورنر صح اخو كاشني الخبر 4 جوان 2013 قال إنه سيتم اللجوء إلى فتح رواق أخضر بودربالة يتعهد بتقليص ساعات انتظار 5 ملايين مغترب بالموانئ والمطارات. أنا كي قريت الخبر قلت الحمد لله نفقوا باللي رانا في 2013 ولازم نعاونوا إخواننا في المهجر كي يروحوا لبلادهم يستريحوا والسفر تاعهم يكون سهل خاصة من طرف الناس اللي يخدموا في المطار وفي في الميناء. بس كي قريت الخبر تفاجأت. تعهد المدير العام للجمارك الجزائرية سيد بودربالة بتقليص فترة استقبال أفراد الجالية الجزائرية بالموانئ والمطارات إلى 2 ساعة على الأكثر. بكري كانوا لازم يقري يستناو 6 سوايع مساكن. والله أنا عشتها في ميناء الجزائر نهار طول وحنا نستناو. وخوتنا دوك اللي عايشين في فرنسا منهم كبار السن قاعدين في السيارات والشمس والله حنفية ما تسعى والله مرحاض ما يسعى في ميناء الجزائر. وحوسنا على الماء لقينا الناس يدخلوا ويبيعوا في الماء ب 200 دينار جزائري للقرعة والناس هذوك جايين من فرنسا ما عندهمش دينار الجزائري مساكن ولو يشريوا بلورو القرعة تاع الماء باش يستناو نهار طول وحنا في الميناء. وهذا مدير تاع الميناء إذا يهضر على تحديث الميناء والمرافق استقبال للجارية الجزائرية المقيمة بالخارج ويطلع علينا ككل سنة عام الأول والعام الثاني قالوا لنا باللي راح نقلصوا هذا الزمن من 6 سوايع لساعتين لا ساعتين قليلة هكذا تستقبل الجزائريين. الجزائريين كيعوجوا برا في مارسيليا في لندن في باريس كيدخلوا 5 دقائق 15 دقيقة أقصى تقدير. صح الجمارك يشكوا في واحد يحبسوه بس معظم الناس يعقبوا في 15 مينوت. الخبر 2 جوان 2013 تعليمة غريبة. أصدرت عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بقطب جامعة العفرون 2 التابع لجامعة السعد دحلب في البوليدة تعليمة رسمية غريبة ومثيرة تنهي فيها إلى علم كافة رؤساء الأقسام والمصالح ونواب العميد اسمه سي تريز امبورطون. هذا العميد تاع الجامعه اعطى تعليمه رسميه لي بروفيسور لوسكو لو ريكتور دون يونيفرسيتي يعطيك اون انفورماسيون صافي دير كسي لا بلو غروند امبورطونس تعليمه مهمه جدا اعطاها للناس اللي قريو في الجامعه. شوف واش قال لهم تنهي فيها الى علم كافه رؤساء الاقسام والمصالح ونواب العميد أن مفاتيح دورات المياه المتواجدة بحوزتهم لا تخصهم فقط بل يجب وضعها تحت تصرف كافة أساتذة الكلية وموظفيها بعد أن كانت مصادة في وجههم. الناس طلعوا للمريخ وأستاذ جامعاتنا لا يجد مكانا فيه يستريح. سيغرافيسين خو سي غرافيسيم. في لي زونيفرسيتي الريكتور يكتب تعليمه رسميه لي بروفيسور يقول لهم لي بروفيسور اللي عندهم المفاتح تاع لي طواليت اكرمكم الله لازم يقسمهم مع اصحابه والتلاميذ ما يروحوش ولا يخرجوا برا ويروحوا للمرحاض في القهاوي. هذه الجامعه اللي خلفها بن بوزيد واخوانه. بشار الحمد لله يا صاحبي كي درتونا على بشار. بشار هذا المجرم هذا اللي دار تير في ولاده وفي شعبه في شعب سوريا. الطيارات راهي تقنبل في المساجد وفي المدارس في الجامعات والعرب راهم ساكتين والجامعه العربيه راهي ساكته والامم المتحده ساكته والناس راهم يموتوا والتلفزه تجيب لنا في الصور والانترنت تجيب لنا في الصور ونشوفوا الاولاد يموتوا ونساء يموتوا واخواتنا تغصبن امام اعيننا واحد ما يهضر عليهم. الحمد لله كنتوا تهضروا على بشار. مش سوريا. بشار تستعد لاحتضان مهرجان موسيقى ورقص الديوان. هذا اسمح لي. الخبر 3 جوان
اليوم العالمي لتعذيب الطفل، تحولت ساعات اليوم العالمي للطفولة بولاية غليزان إلى نقيض ذلك، حيث أسفر طول انتظار بدأ التظاهرة المخصصة لهم عن رعاف الأطفال وصراخهم وبكائهم. هذو المسؤولين تاع غليزان هذوما يديهم الحبس، جابوا الأولاد باش يحتفلوا بيومهم العالمي، خلاهم تحت الشمس لمدة ساعات، منهم اللي أغمي عليه ومنهم اللي رعف، وجاو لي زومبيلونس ربع سوايع وما يستناو باش جاو المسؤولين هذوك. الله لا يتربحكم، لعتوا الأطفال هكذا تحترموهم وهكذا تحتفلوا بيومهم العالمي؟ أين الطفولة في الجزائر؟ ها نشوفوا في الشروق أطفال يستغلون كعبيد في أعمال شقة بورقلة، تزامن مع انطلاق موسم جني الدلاع بمنطقة الطيبات في ورقلة ببلدياتها الثلاث، والتي صارت تستقطب مئات تجار الجملة من مختلف ولايات الوطن وكذا مناطق تراب الدائرة والولايات المجاورة. برزت مؤخرا ظاهرة غريبة ودخيلة على المنطقة، ألا وهي عمالة الأطفال. هم ولاو لي زونفون تاعنا ولاو دي زيسكلاف. في الشروق 3 جوان، أحلام أطفال عين صالح في مهب الريح، ساحات لعب نهبت وفضاءات تسلية تحولت إلى محلات ومقاهي. هذو لي زيسباس فير اللي نورمالمون يديهم أولادنا باش يلعبوا فيهم ويستريحوا فيهم، داوهم وداروا فيهم القهاوي وداروا فيهم متاجر. في الشروق تاع أول جوان، البرامج التربوية، الصورة الأخرى، البرامج التربوية حولت أطفال الجزائر إلى فئران تجارب. في الوقت اللي أون فابروندر ليكزومبل تاع تركيا، أردوغان جا زارنا عطى لكل تلميذ عنده برنامج، لكل تلميذ ايباد، وحنايا لكل تلميذ اي ظهري. المحفظه فيها 15 كيلو 20 كيلو. هذه هي المدرسه اللي خلاها لنا بن بوزيد، وهذه هي المدرسه اللي راه يتم يبني فيها باب احمد. الشروق الاثنين 3 جوان، 1400 عامل بشركة تسيير مصالح ومنشآت المطار يحتجون ويكشفون. 16000 أورو شهريا للفرنسيين و16000 دينار للجزائريين. فوضى واضطراب الرحلات بسبب الحركة الاحتجاجية بمطار هواري بومدين. خي تحوسوا على ليكونومي دو مارشي، علاه لي زيتونجي تسلكوا فيهم بلي كريتير تاع ليكونومي دو مارشي والعامل الجزائري تعطيله في الفتات؟ سي نورمال يدير اضراب، سي نورمال. كيفاش هذا يدي 16000 اورو يخدم في الملاحه في نفس المكان وجزائري تعطيه 16000 دينار جزائري، ومن بعد يقول لك بلي احتجاجات وغير مبنيه والجزائري ما يخدمش؟ حفزوا باش يخدم، تجيبوا في اللي قر تعطيهم 16000 اورو باش فو سكريو باساج، وحنا الجزائريين يدوا 16000 دينار جزائري. الله لا خدموا بهذا السمة. الفجر 5 جوان، حد حزام، أردوغان وحادثة المغرب. في الوقت الذي يشهد فيه الشارع التركي هزات عنيفة شبيهة بما حدث في بلدان الربيع العربي مطالبة بإسقاط حكومة أردوغان، يحل هذا الأخير بالجزائر في زيارة اقتصادية علقت عليها الكثير من الآمال من الجهتين. زيارة ألقت عليها قضيتا انتفاضة الشارع التركي من جهة ومرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من جهة أخرى الكثير من الظل. أستاذ حد لا ما تهضريش على ألف عامل في حاسي الرمل رم عندهم اليوم السابع مضربين عن الطعام، يا ما تهضريش عليهم، وكي نقول لك تقولي لي تخاف؟ ما نخافش. لا ما تهضريش على الخطاب تاع سلال، هاو صرا سلال يهضر. Cette rencontre économique qui reprend سلال اروح. كيفاش تخطب علينا بالروميه؟ كيف هو تركي لا تدري ما يعرفش يهضر الانجليزيه؟ هو يعرف يهضر الانجليزيه، خطب بالتركيه، خطب بالعربيه يا صاحبي. خي ما تكسرها، كسرتها في الدوحه في مؤتمر الدوحه، زيد كسرها في العاصمه.
كيف تهضر بالقورية يا صاحبي؟ ألا الذل فينا؟ ذللتونا؟ ربي يذلكم إن شاء الله. Algérie patriotique, 3 juin. Azel Mouchaïdine. Après avoir placé les islamistes en Tunisie, en Libye et en Égypte, le Qatar mise sur Abdelhamid Brahimi en Algérie. Algérie patriotique. Algérie patriotique, je suis très sérieux. Je suis là, je suis là, je suis là. عبد الحميد إبراهيمي تعرفوه؟ عبد الحميد إبراهيمي كان وزير وبيو الميلي ومن بين الناس المهمين كثير في جمعية علماء المسلمين، وعنده كتاب أني كتبته قبيل واسمه الشرك ومظاهره. هذا السيد هذا مسكين جزائريين كل على بالهم به وش قدم في الجزائر، وعلى بالهم به باللي كبير ومريض وشات يموت في الجزائر، وعنده الحق في ذلك لأنه جزائري. باش تما دخلوا القطر في بلاصتها ويحوس على رئيس فوتاز شيخ فوتاز. النهار 1 جوان 2013 النائب البرلماني السابق محمد حديبي للنهار قال لهم باللي أويحيى أرسل وثيقة سرية إلى البرلمان يشرح أسباب عدم تمرير قانون تجريم الاستعمار. أويحيى دزلهم وثيقة سرية للبرلمانيين قال لهم ما تفوتيوش على تجريم الاستعمار. ويحيى ثانية هضرنا بالقورية كما صاحب وقال أمور ما يقدرش يقولها واحد رئيس تاع حكومة مثلا هذه. كيف فيك لو ترافايور سوفر il ne souffre pas parce que sa fiche de paye n'est pas n'a pas assez de zéro. Il souffre parce qu'il y a beaucoup d'argent mal acquis. Qui se dépense comme dans une espèce, excusez-moi l'expression, d'un cabaret national. Algérie, cabaret, yakramoukoum Allah. لا حزب استشير. خلطوا منا. Ils sont fiers de parler français. ها جاتنا اليوم هذه. UK to compensate Kenya's Momo torture victims. هاي. بريطانيا تعتذر وتعوض الكينيين أثناء ما يسمى بالطوارئ الكينية 1952 و 1990، وستدفع بريطانيا الملايين لسجناء التعذيب والاغتصاب أثناء الحكم الاستعماري البريطاني في كينيا. ها بريطانيا استعرفوا وهذا ما داش ضجة في بريطانيا. فرنسا قتلونا بأبائنا وأجدادنا 45 ألف جزائري في 1845 في قال ما خرطة وسطيف، ومازلنا نتعاملوا معاهم ما فقدي avec des pincettes ونستعملوا في اللغه تاعهم باش مش باش نهضروا معاهم باش نتكلموا مع الشعب تاعنا. والممثل الاول للدبلوماسيه الجزائريه اسمعوا واش يقولهم. Et je voudrais pouvoir en disant cela dire à monsieur Planiol que je sortirai forcément de l'hexagone à cette occasion pour aller à Bruxelles et dire à nos amis de Bruxelles, qu'il n'y a pas plus européen que l'Algérie, et que si l'histoire avait été différente, nous serions déjà membres à part entière de l'Union européenne, puisqu'au moment du traité de Rome, nous étions encore français. العاد جدك قوري انا مانيش قوري، كيفاش تهضر باسمنا وتقول احنا قور؟ ماناش قور يا سي محمد. زامبيسيل هذو. ولد خليفه يستنتج بالعياط. يا الله يا الله، لم يجد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفه من وسيله لكسر الضغط الذي يمارسه نواب الافلان
بزعامة رجل الأعمال محمد جميعي بسبب التدافع على مناصب هياكل المجلس المقرر تجديدها في غضون الأيام القادمة. ما عندي حتى كومنتار. قريت المجلة تاع الجزائر نيوز وتلاقيت صدفة مع واش كتباتو عصيان مدني تكتبه إيمان هاجر. قولي لنا واش كتبتي عايشك إيمان هاجر. يا الحشومة، برلمان طويل عريض لا يمكن أن يجدد هياكله عن طريق الانتخابات. أريد أن أفهم وش معناها كيف المؤسسة بهذا الحجم تعجز على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تحت كمل الصندوق. تخافوا الشكارة والبقارة والحفافات والبزناسة ومول المرسادس ومول الشيفون، ولا تقولوا العكس لأن خرايبكم على كل إنسان منذ زمن العشيقة البلوندة اللي كانت تحكم بحكامها في وقت أحد قماقم الأفلان الذي طرد شر طردة من هذا المزلش الموقر بفضائح مالية لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك عاد ليناور مع بقية الطماعين على زعامة الحزب. لو كان فعلا لهذه المؤسسة هيبة حقيقية ودور استراتيجي فعال، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخفق بعد عام واحد من تجديد هياكلها التي لا يلهث وراءها هؤلاء النواب من أجل رئاسة اللجان حتى يخدموا المواطن بقدر ما تهمهم الباسات الكحلة والسائق والمنحة. وما يضحك في الأمر ويجعلك تضرب راسك في جدار اسمنتي حتى تفقد وعيك ولا تكون عرضة للاستهزاء ما يقال من طرف أحد النواب المعروفين بجهله وكرشه وماله الفايح. صرح في كواليس المجلس أنه لن يقبل هذه المرة بأقل من نائب للرئيس حتى لو كلفه الأمر شراء البرلمان كله. هل فهمتم لماذا بقينا ملطشة بين الأجناس؟ لأننا تركنا أمثال هؤلاء يبيعون يشترون بمالهم القذر كل شيء، حتى صارت مؤسسات الدولة تتباع في مزاد الشكارة. والله لو كان في يدي قليلا من الحكم لحللت هذا المجلس وعاقبتكم جميعا وحكمت عليكم بقضاء ما تبقى من حياتكم في سجن رجان مع الأشغال الشاقة. يا إيمان يا هاجر يعطيك الصحة، يا إيمان يا هاجر يعطيك الصحة وربي كثر من مثالك. السبت 1 جوان 2013، الاتحاد الطبي الجزائري بوتفليقة اجتاز فحوصه الطبية بنجاح. اسمعوا منيحة، سجل الاتحاد الطبي الجزائري ارتياحه لاجتياز الرئيس بوتفليقة لفحوصه الطبية الأخيرة بنجاح، وهو الآن في مرحلة نقاهة تحت إشراف الفريق الطبي. تسمى حتى في الجرنان يهفو فينا. سجل الاتحاد الطبي الجزائري ارتياحه لاجتياز الرئيس بوتفليقة لفحوصه الطبية الأخيرة بنجاح، وهو الآن في مرحلة نقاهة تحت إشراف الفريق الطبي. ما يقولكش من فريق طبي. وأوضح الاتحاد الطبي الجزائري الذي يرأسه، كي نقول لكم شكون اللي يرأسه تفهموا القضية، الذي يرأسه الوزير السابق جمال ولد عباس، مطمئنون لعودته قريبا لمواصلة مهمته النبيلة التي أسنده إياها الشعب. وأثار البيان إن الشعب الجزائري الذي قضى أوقات قلقة بسبب تواجد الرئيس في طور العلاج بقي وفيا لتقاليده راجيا عودة أبي الأمة لشعبه. كسرتوا لي قلبي يا صاحبي، الاتحاد الطبي كسرتوا لي قلبي. أنا خلوهن بحق أهل النبي، اللهم خلي الزعيم واديله زي ما عايز. اتكتبوا على الناس، كاين ان جروب دو ميدسان كي فولي فواياجي مع الرئيس تاعنا ما عندهمش الفيزا ما خلاهمش يدخلوا فرنسا. ليه ما تقولوهاش؟ لا راكم تكذبوا على الناس. واش من فريق طبي عندنا؟ كيعود عندنا فريق طبي لا فخامته يروح لفرنسا. وقتها تولي تهضروا بصراحة للناس. اه ما واش عيب تقولوا احنا ما نعرفوش كيما جبتوا الأطباء من كوبا. خلاص استعرفتوا بلي ما عندناش أطباء، ما عندناش جامعة، وما عندناش مستشفيات. استعرفوا بلي ما عندكمش فريق طبي أو يداوي مع الرئيس.
هما اللي راهم يداويو فيه. ليكسبريسيون لو روتور او باركاي. احمد فطاني كتب عندها قريب 10 ايام لو بريزيدون بوتفليقه ايت اتوندو الجي دون لي تو بروشان جور. ايل اي توتالمون روكينكي. ايل اي توتالمون روكينكي يا سي فطاني اي بريسي دو ريبروندر سي اكتيفيتي. سي فطاني درت لنا كيما سلاله قال لنا كذاب. قالنا كل يوم نهضر معاه وقال لي باللي قول لهم ماني توحشت العيش وشخشوخه والمردود وسينا في الورقه ونعتلنا الورقه عندها سمنتين. انا مازلنا نستناو. ها انا نستناو برد العيش برد المردود. صماطت صمتوها يا صاحبي. فطاني وش قال سولاندي ابخي ميدي l'homme qui me reçoit dans une villa sur les hauteurs d'Alger compte beaucoup par son poids et l'influence qu'il exerce sur les rouages de la République. Compte beaucoup pour la politique et il a une influence sur les rouages du système. Sur la table du salon, trône. Sur la table du salon, trône des dossiers qui se disputent l'espace réservé au plateau traditionnel. De thé à la menthe. شرب تاي فطاني شرب تاي مع واحد مقلة. Ce verre de thé laisse déjà exalter de belles promesses sur le sujet des révélations qu'il s'apprête à me faire. Sa démarche est officieuse, cela s'entend bien. وش قال له؟ قال له الرئيس تري بيان. Où il accueillera dès les premières semaines de juin. Il accueillera dès les premières semaines de juin. Alors la 7 min juin. Monsieur Rajab Tayyip Erdogan. فطاني هذا صاحبك اللي شرب معك تاي ودار لك سنيف اللي هوتور دالجي والله كان يخرط عليك. جون افريك عزيزي المشاهدين جون افريك درنا سونداج قالنا ابخي بوتفليقه كي الي فو فوتي. لا مالادي دو شيف دو ليتا الجيريان هوسبيتاليزي بوندون بليزيور سيمين او فال دو غراس ا باري ا في ريسورجير لي كيستيون سور سا سكسيسيون. شكون اللي راح يخلف الرئيس بوتفليقه؟ وقالنا فوتيو كو سويتيري فو فوار اكسيدي ا لا بريزيدونس ابخي عبد العزيز بوتفليقه دون لو موندا سا شيف في افريل 2014. عطاونا عبد العزيز بالخادم احمد بن بيتور بن فليس غول مقري ويحيى سلال. هذا من سيحكم الجزائر 2014 فيها السعيد فيها الجماعة. أنا خيرت الجماعة. أنا نفوتي على مخلوف البومباردي وتما دبروا رسانكم. أنا مخلوف البومباردي ساعدني. الجماعة هذو اللي راهم حاطينهم في جون أفريك واللي راهم حاطينهم هنا ما يساعدنيش. خي على بالي تما تشتيوا الجورنال وظلوا تبعوا فيها خاصة الناس هذوك اللي راهم قتلوني يا صاحبي بلي ميساج فيسبوك. كاين واحد كتب لي فيسبوك السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال لي واش قالوا في الجورنال؟ قلت له نهار الجمعه ان شاء الله ماشي اليوم. واحد اخر سالو كتب لي اس ال تي. قلت له اس ال تي صافا؟ قلت له الحمد لله سي بيان اخو. قلت له شكرا مي فو با بارلي بن بيتور. قلت له خلاص مانيش نهضر بن بيتور. شيخنا 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 ومن بعد على الاخر قال لي ياكوت. قلت له وي سي تو عبد الغني. قلت له ساعه حنا الشيخ ويا صاحبي تقول لي سي مو. قلت له وي سي مو عبد الغني. قال لي سي كوا لا بروف. فبلوني يا صاحبي فبلوني. بن بيتور يشرح في تشكيل حلقة لا ليبرتي هذا البوتفليقة هولندا لو باك دو تلمسان. أو كي نهضروا لنا على تلمسان هذو الجماعة تلمسان كي نهضروا على تلمسان هاو ليبرتي ثاني يهضر على تلمسان. سما نهضروا على الجماعة الجروب تاع تلمسان ماناش نهضروا على المدينة وعلى الناس والله الناس تحبهم كيما نحبوا خاوتنا ولادنا وبيالنا وماتنا. نهضروا على العصابة هذه اللي جات من مدينة تسمى تلمسان. كان جاو من عينازل كنا نهضروا على عينازل. كان جاو من تيموشيت كنا نهضروا على تيموشيت. صدفة جاء ومن ثم طرش قريبة الوجدة
ينرى بن بيتون يشرح في تشكيل حلقات مساندات ترشحيه للرئاسيات. وانا رئيس التحرير تاعي نو بور با ما نهضرش على بن بيتون. انا نهضرش عليه ما تخافش. انا راح نهضر مع مدام حنون. عيط لي عايش كلام مدام حنون يرحم والديك نهضر معها. Bonsoir Madame Hanoun. Madame Hanoun, s'il vous plaît, c'est incroyable que M. Ben Bitour se présente aux élections. Wallahi, c'est incroyable. Il a été chef du gouvernement, Yannès. L'orientation, les canis tabakfi, on était contre. Au sarahat, Madame Hanoun, c'est quoi le problème? On était contre. Quelle est la politique d'Aou ou la d'Aboutflika avec le temps au début du premier mandat? C'était une politique économique désastreuse. Bouteflika sahah par la suite. Mais ce qui est incroyable, c'est le problème qui sera autour de l'Eid Zarbiya. Comment est-ce qu'il sera un problème autour de l'Eid Zarbiya? Mais franchement, il a le droit d'être candidat. Problème de Gardaïa ou pas? Alors, il a le droit d'être candidat. Mais c'est le peuple qui doit être souverain. Chab huwa li lazm yqarrar w li lazm yfsal. صح واش نديروا له الان on va pas le ligoter voilà صح سيدي donc vous dites madame Hanoun بلي actuellement en Algérie il y a une sorte de révolution comment qualifieriez-vous la révolution في الجزائر يعني quand vous avez une grève générale à Toudja dans la wilaya de Béjaïa tout est fermé tout quand vous avez des routes qui sont coupées quand vous avez des sièges de daïra d'APC qui sont fermés par la population et quand vous avez des journalistes qui revendiquent des libertés. Ça veut dire qu'il pose la question de la réforme politique sur le terrain, de la liberté d'expression. Quand vous avez des juges qui posent la question de l'indépendance de la justice, des avocats qui posent la question des droits des justiciables. Quand toutes ces questions-là commencent à faire jonction, là, ça s'ouvre une situation... Un nouveau front Non, c'est une situation révolutionnaire qui s'ouvre. Sayyida Hanoun, le kathir min al-aqlam al-haqida, d'gul billi raïs t'hisb l'ammal anda ratib. 10 ملايين هذه صح ولا مش صح؟ حاليا بصفتي مداومه في الحزب الراتب الشهري نتاعي 13 مليون وسؤالي الاخير مدام لويزا ليه الناس كل يغيروا منك؟ خاطر عندي شهاده وحتى واحد ما عنده شهاده جامعيه. هي برك عندها ديبلوم عندها الحق. ميوتاسيون دو مسعودي فير تومي او ليليفاسيون دو خالده على بويسونس موانزا. اعزائي المشاهدين على بالكم باللي خالده تومي كانت قاري رياضيات في المتوسطه. Donc على بالها اسكو سا فيدي والله ما على بالي على بالها ما على بالهاش اسكو سا فيدي ان سانغلوتون هو مجموعه فيها عدد واحد فيها ان سول اليمون وباش ما نديرش انا الحساسيه بيناتهم بينها وبين حنون تقول لي ساعه لا ما تهضرش عليا وتهضر على الاخرى تومي اسمع لي عيط عاود سوني هي على بالك بسيف باش تلاقى بها يا صاحبي قال لك هي في باريس عيط دير لي النيميرو تاع باريس عايش اهلا مدام خالده واش راكي لاباس سيل فو بلي مدام خالده سي فري كو فوز افي ديبونسي بلوس دو 900 مليار بور لي فيستيفيتي دو لاني دو لافريك اون الجيري دابور جو ريكتيفي سي 80 مليون دورو اه مي 60 مليون دورو 80 مليون دورو خا ريزون دو بلوس مدام تومي 80 مليون دورو سي لو بودجي دون ويلايا دونك ils ont raison de dénoncer ce gaspillage n'ont pas raison Donc, c'est pas 60, c'est 80. Au passage, est-ce que Binetna, yani, Madame Toumi, est-ce que Madame Toumi a mis de côté un chouïa flous pour les jours sombres, yani? Ah, bien sûr. Est-ce que Madame Toumi a posé le question? Est-ce que Madame Toumi est comblée? Vraiment comblée. Khlas. Est-ce que Madame Toumi, est-ce que vous êtes à Paris pour être proche du président? Oui. Mille fois oui. Dernière question, Madame Toumi. Khairna Bib Bavana. Quel est, le bel et bien, jamais d'art et le mot d'ordre, quel est votre sentiment qui choufie homme de ou l'abna, type qui aide ou les femmes étaient disparues, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ces États doivent reconnaître qu'ils ont commis l'irréparable, qu'ils ont commis des choses horribles. Ça, Haïti Toumi, il y a le courage. Nous les gaufis par les marabs, Inch'Allah, bien sûr. شكرا.
et que la fête commence, et que la fête commence, et que la fête commence. ألا pardon معاليك ألا pardon معاليك إذا pardon يرضيك أنا بوات في بلدي ولكن بالأرابيك في خنسيتي مكسغة ولونجي ليس تبليك ومعروف لقافيتي ومجهول بناديك أفتش في بواميتي على قول يواتيك فأخلط معجنا لغة أقرب فهمها ليك ولست أديرها بذخا لا لست أديرها بذخا ولكن لست منيفيك فقد أحتاج في يوم لأستسقي معاليك أخش عوالم الفن لا اسمي ليس سدريك بطنبور من الصنبا وإيقاع من الروك فما أرضاكم الجرنان وشعري قيل أنتيك تلطف بعضهم قالوا هو الشعر الكلاسيكي كأن مباهج المعنى على حرف أوروبيك ورأس الفخر معقود ورا ذيل فرنسيك فرنسا لم تعد ديكا لا فرنسا لم تعد ديكا فكيف بتابع الديك وأي فخر في ديك غدا تحت السراديك إذا ما جئتكم سحتم عروبي وأفريكي يحاول أن يعربنا ولثتم بالفرنسيكي سي با بوسيبل أسمعها بوات بالأرابيكي نعم يا للة الفن ترللي ترليكي بوات بالأرابيكي وأهلي الكل أرابيكي هدي لي لحظة عزلة لتصغي لي فأحكيكي ألا يا بنت ما لغة على بعد تناديكي لساني حرفه ضاد وغاء في غنسة تكفيكي بلاد الجزائر الخضراء ويبدو ليس يعنيكي هوايا مشارق النجوى أظن هواكي بلجيكي إذا قلبت قافيتي كأن الجن مملوكي فأكتب من دمي شعري وشعر البعض بالبيكي فأنزل همة المعنى من الأعلى لتأتيكي حيائي ليس يتركني حيائي ليس يتركني أسبيكي أنا من أمة عجب سل الأيام تنبيكي فرنسا لم تعد فكري فرنسا لم تقد فكري وقلبي غير أمريكي ولما شعبنا ثار نجست فرحا يشغيكي ظننت الأمر يعنيكي وصحتي جاءنا كرسي بدم الشعب مبروكي فقلنا في سرائرنا سنأتيهم ونأتيك من أنساك يا شمطاء عويلك أم كان دمعك تكتيك وصحتي في وجه الشرطي هذا الصندوق خاطيك نسيت مواقف مسعودي وأصبحت ثومي موزيكي موزيكي وكلما أصبحت ثملة ففخامته يرنجيك لا دامت لك الفرنسية والسمنتيك يا رجية لي فيك يكفيك أراحنا الله منك ومن مآسيك تركنا رأس بهجتكم على الأبواب متروك فكم تبقين على الكرسي ترللي ترليك خلاص وش قالوا في الجورنال العزيز المشاهدين تلاقون نهار الجمعة في الليل إن شاء الله بقوا على خير